وسط أجواء مملوءة بالتحدي، شهد مركز التكوين المهني والتمهين بخميس مليانة تخرج أكثر من 60 متربص في ميدان صناعة الحلويات التقليدية والعصرية والأطباق التقليدية والغربية. عندنا بزاف متربصين متربصات اللي داروا التحدي، منهم كاين اللي راهم يخدموا بها هنا وكاين اللي جاوهم فرصة عمل في الخارج. مثلا عندنا هذاك لوجان المتربص تاعنا رايح به لدبي، عنده خوه راه فما ودار الشهادة تاع الحلويات، يعني راح يلتحق به. عندنا متربصة واحدة أخرى عندها التحدي اللي هي عندها تقريبا 20 سنة وهي حابة هذا التربص. عندنا متربصة مرايا ها هنايا اللي هي رايحة لكندا، يعني هذا التخصص وهذا التربص يتيح لهم الفرص داخل وخارج الوطن. ويتيح التكوين والحصول على شهادة في هذا التخصص فرص عمل داخل وخارج الوطن. نحتاجوا هاد لي ديبلوم باش نبعدوا على الفكرة تاع البطالة، وبكوني شابة خيرت أنه ننشئ مع مؤسستي الخاصة بإذن الله. هذا التخصص مليح بزاف، يخص أي مرأة جزائرية، مام يعاوننا في المطبخ تاعنا في حياتنا اليومية، مام ديبلوم مليح بزاف يساعدنا في العمل المستقبلي. حبيت ندير هذا الديبلوم تاع صناعة الحلويات التقليدية والغربية، حبيت نروح نخدم به في ليترونجي، شفت بلي راه كاينه الخدمه ثم. ومن نماذج التحدي السيده فايدي التي لم تفقد الامل رغم مرور 30 سنه منذ ان كانت تطمح لولوج هذا الميدان. الدومين هذا كنت حبيته ملي كان في عمري 17 سنه ما حققتوش، حتى دخلت في 47 عام بفضل المدام نتيه، دخلت ست روحي صح واش راني حابه. كما يقول لكم وانايا كان عندي بزاف شغل كنت متمنيتها. تخصص صناعة الحلويات التقليدية والعصرية وحتى الأطباق التقليدية والغربية يشهد إقبالا كبيرا من طرف الشباب للخروج من عالم البطالة.